فراح إلى المحافظة. فبالمحافظة هناك تلقت وحدة اسمها الست بدرية، وهي كانت مديرة مدرسة. هذه سوت له صينية مع الخضر الياس، شموع سموع وياس وش اسمه ومي ورد وهذه. فززمة المي الورد وضربته على عليه، رشته السيد الرئيس. السيد الرئيس امتعض رأسا، الحماية لزموها، وهو طلع قال صيحوا لي رئيس الصحة. جال نزار شابندر، كان رئيس الصحة مع البصرة، يعني رئيس صحة المحافظة. المحافظة قال له هسه تفحصون هذا المواد اللي موجودة بهذه، وأني راح أدزه لبغداد. إذا كان هناك اختلاف بينكم وبين بغداد تعرف إيش راح أسوي. قال له هيك، وكان يعني جداً، يعني هو كان عنده شك انه هذا المي الورد اللي رشته المره قد يجوز قد يكون بسم مثلا او شيء. هو هذا اللي كان يخسر، فكلش كان عصبي صاير. فهذا رئيس الصحه قال احنا ما عندنا ادوات مع الفحص، شلون هاي البلوه؟ راح جمع الصيادله وجمع هذه وبدا يبحث وش اسمه. بعدين قال للسيد الرئيس ماكو شيء يعني بينك، ماكو بينك، ماكو بشيء. فالرئيس استلم الفحص مال بغداد واطمئن يعني عليه. بدرية ايش صار منها؟ ست بدرية، ست بدرية اخذوها وحققوا وياها تحقيق كبير. وبعدين اطلقوا سراحة من عرف انه ما بيها شيء، وافتهم انه هي يود مو زينة، كانت تريد تسوي هذا، تريد تطلب منا أن يعالج عيونها أو يصل للخارج لمعالجة عيونها. فقالت لهم صارت مصيبة عيوني، لو أفقسها أحسن لي. بعدين ما اتخذوا إجراء وياها مثلا؟ لا ما اتخذوا أي إجراء، بقت هي مديرة مدرسة أو معلمة يعني. هي من أقدم مديرات المدرسة، مدارس البصرة. البصرة ريا كبيرة يعني إذا كانت طيبة فنتمنى لها العمر المديد، وإذا قد توفاها الله ألف رحمة على روحها، والله يتغمدها برحمته.